وصلوا وصلوا. انا عارفه هو مستعجل على ايه، المفروض كان يجي يوم الجمعه. يا بنتي اهو خالك بره وهيقابلهم، وانت شهري شويه على ما اعمل لهم حاجه يشربوها. قال يا خبر بفلوس كمان شويه وقبلاش. انتوا قاعدين هنا تسايروا وسايبين الناس قاعدين بره. الحاج بنعم الصياد والحاج فواز الصياد، عرفتيهم منين يا بنت اختي؟ انت تعرفهم كويس يا اخويا؟ اللي اعرفهم، في حد في الدنيا ما يعرفش عيلة الصياد؟ عيلة الصياد دي اعلاناتها مغرقه الدنيا. عارفه اصلا الناس دي من المنطقه من هنا. بقول لك ايه يا خالي، خليك قاعد معاهم لحد ما اطلع. ربنا يجعلنا من مجاوريهم، وعلى راي المثل من جور السعيد يسعد، وهو برضه كله ينفع. خليك تتجنن يا بنتي. انت بقى ساره؟ ايوه ساره. وانت مين؟ يا الف مرحب يا ولا. خد الحاجات دي، خد دول معايا، خد يلا بنت، يلا بنت جوه، خدي دول يلا اتفضلي. في واحده هنا. هذا من المواقف زي دي تلاقيها ما نكفتش، خد يا بنت. يا الف مرحب، اقسم بالله احنا لو عارفين لكنا فرشنا لكم الارض كلها رمل. والله العظيم الواحد ما عارف يعمل ايه ولا ايه عشان يرحب بيكم. ادلهولي يا اسطى، كتر خيرك. بسم الله ما شاء الله، شوف الفن، الخير على قدوم الوردين والعلموها. اقسم بالله احنا الادن ما بيتقطع من بيتنا ابدا، وعلى طول طهرين ما شاء الله، ربنا يزيدكم كمان وكمان. معلش يعني لمؤاخذه، احنا جينا كده طبينا من غير احم ولا دستور، انما الخير ما يستناش ولا ايه؟ ابي حاج والله العظيم ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ ايه ده البيت بيتك يا حاج، انت تنورنا في اي وقت يا ترى لك فيه انك تيجي على طول من غير استئذان. بقول لكم ايه، المغرب غريبه، تيجي نخطفها جماعه كده عشان يحصل لنا البركه. بسم الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا اخي. المثاليه يا مدلال. عدم موسى متودي حق طاهر والحمد لله. المثاليه يا مدلال، والله ما كان له لازمه التعب ده. اوفر قوي الجدع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنتي دلال. بالريق الحاج يا دلال، ربنا يبل ريقك من زمزم. بسم الله ما شاء الله، يا سلام على الوش اللي شايل جمال رباني ده، اما يتلف الطرحة من صنع يديا وتكفيه شر العيون الرضية. ربنا يكتبها لك ويكتبها لنا. قولي امين. امين. وازن قولوا امين. امين امين. تصدق يا حاج كانك عايش معاها؟ او امال ايه الموضوع ده كنا بنتكلم فيه امبارح؟ عارف دليل ده ايه؟ أمنية حياتها نفسها ومن عينها تغطي شعرها بطرح زي ما انت شايف كده اهو. سبحان الله. السترة حلوة برضه. ما هي ده مستر محروس. ايوه تعالى يا اخويا عاوزاك. حاضر بعد اذنكم ثانية واحدة براحتكم، كأن البيت بيتكم، عايزين تقعدوا هنا تقعدوا جوه. انا استأذنك بس كلمتين انا والحاج وتحصلك على هنا على طول. يا راجل عيب يا راجل. لا إله إلا الله. عيب بيتكم تستأذن في بيتكم. محروس ماله؟ ايوه يا مدلال. الراجل الغريب ده، سيبك من الراجل دلوقتي، بقول لك سيبك منه وقول لي. انا يعني ملاحظ يا سيف فواز انك دايس على الاخر، ما قلتليش. ايه رايك؟ يا حاج يا ايه في الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة الا لما يتحرم منها.
يعني ايه؟ انا دلوقتي حسيت اني زي القرع اللي بيمد البطن. ايه اللي مش حاطط ده انا وموديه لاخر الدنيا واجيب من لبنان، مع ان مفيش احلى من بنت بلدي. سبحان الله سبحان الله، البني ادم اعمى ولو كان بصير. يا اخ فواز، نفسي افهم اخره الرصه اللي انت قلتها لي ايه؟ خير بعون الله، وكله عشانك. عشان مين يا ولد انت؟ انا مش فاهم. عشانك انت، عشانك. البنت زي الفل. ايوه زي الفل. مش قلت لك زي البنت نقاوة؟ نقاوة المعلم. نقاوة المعلم طبعا، وتليق انها تدخل عيلة الصياد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انما احنا برضو ربنا ادانا عقل. عقل ايه يا ابني؟ احنا جايين نقرا الفاتحه. ما احنا هنقراها، احنا هنقرا الفاتحه ان شاء الله، انما مع تعديل بسيط في النيه. ليه ايه؟ ليه؟ علشان ما يبقاش عندنا اتنين ابو سميحه. بصراحة العبارة، احنا جايين نطلب ايد الانسة دلال لابننا فواز. زغلط يا ابو دلال، عشان ربنا ما يكتبش علينا ابو سميحة والامين. زغلط انت يا ابو دلال. الف مبروك. الف مبروك يا حاج. على ايه؟ يا لهوي عليك يا فواز، انت ايه يا ابني؟ ايه ما بتهمتش؟ ما كان لازم الحقه بدل ما يقع زي ابو سميحه. ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلي عليه يا حياه. عليه الصلاه والسلام يا اخويا. عليه افضل الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيك. تفتكري بقى انا هستخسر نفسي في ابويا؟ هو الواحد فينا بيخلف ليه؟ عشان لما يكبر يلاقي ولد وسند وعكاز يتسند عليه ويشيل عنه كمان. طبعا، وانت مين يغلبك في الكلام؟ يا ابني يا ابني انت لسه يا دوب مطلق، لحقت تفكر في جوازه جديده؟ نهار اسود. وعملت ايه مع ابوك؟ هو اللي طلبها لي والله يا حبيبي. انت بتضحكي علي؟ لا يا اخويا ولا حاجه. حياه انا مش عايزك تجيبي سيره لحد على الموضوع ده دلوقتي، وفي السريع كده عايزين نشوف عروسه لابوكي علشان ما يبقاش نفسيته برضو فيها حاجه، وعايزك تنقي له واحده لا صغيره قوي ولا كبيره قوي، الحلو منه البين البنين، فاهمة؟ يا لهوي عليك يا فواز، انت قادر. قادر ليه؟ ما يقدر على القدرة اللي ربنا. يا حياة انت هتشيلينا ذنوب؟ لا حول ولا قوة الا بالله، احنا يا ستي غلابة وماشيين جنب الحيط. او مروح انا بقى علشان مراتاتي وحشوني. يصح برضو، بحبهم اوي يا حياة. طبعا. الهي يا رب يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب. يا رب امين. المهم انت بقى يا حياة، ايوه انصحي لنفسك كده، جوزك يا بت ابتسميله، يا بت ابتسميله. خلاص بقى يا فواز. ايه اللي خلاص؟ بقولك ابتسميله، ابتسمي لجوزك. ايوه كده زي ما بتضحكي كده ضحكتك الحلوه دي. حاضر يا اخويا. اضحكي له هتلاقيه بيديكي كل اللي انت نفسك فيه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي.